أكد المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات والمتابعة أو متابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية عز الدين فريدي أن شبكة السكك الحديدية بالجزائر عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، والتي لعبت دورا كبيرا في الربط بين ولايات الوطن، مشيرا أن ذات الوكالة تؤمن بأن الابتكار هو المفتاح لتحقيق انقلابا أو انقلابة نوعية في مجال النقل. التغطية لأمين أوكالي. وبالبنية التحتية ولا سيما المتعلقة بالسكة الحديدية بما يواكب تطلعات مجتمعاتنا لتحقيق استدامة اقتصادية وبيئية واجتماعية، ونفخر بأن نكون جزءا من هذه الجهود التي تضع الإنسان والبيئة في صدر الأولويات. اليوم نتشرف بحضور هذه التظاهرة المهمة جدا والمتعلقة ب يعني تطوير السكة الحديدية ومجهودات لانسريف من اجل يعني تطوير فيما يتعلق بالسكة الحديدية لنقل البضائع ونقل السلع على المستوى الوطني، خاصة ما يتعلق بالسكة لجنوب الخاصة بغرب منجم غرج بلاد اللي هي مهمة جدا للاقتصاد الوطني، مهمة ايضا جدا لتنمية يعني النقل بالسكة الحديدية على مستوى الجنوب. وفي ذات السياق أكد المدير المركزي والمكلف بالإعلام بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية عبد القادر مزار عن وجود 7 مشاريع قيد الإنجاز قصد الربط بين صوامع الحبوب والمناطق الصناعية بالسكك الحديدية. لربط صوامع الحبوب والمناطق الصناعية هناك 7 مشاريع هي قيد الإنجاز حاليا، كنا قد استلمنا 3 منها و4 هم قيد الإنجاز. هناك أيضا برنامج لربط كل المناطق الصناعية، وتم السنة الماضية باستلام المشروعين وهو ربط منطقة بلارة بميناء جنجن، والمشروع الثاني الذي يربط بين بطيوة بكل شبكة الوطنية. هناك عدة مشاريع هي قيد الإنجاز لربط كل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بشبكة السكة الحديدية لكي تساهم في الاقتصاد الوطني.